جامعة طنطا صناعة الأمل. جامعة طنطا هي خامس جامعة أنشئت في مصر كجامعة مستقلة، تأسست عام 1972. في عام 22 احتفلت الجامعة باليوبيل الذهبي مرور 50 سنة على إنشاء جامعة طنطا كجامعة مستقلة. السنوات الأخيرة في إنجازات واضحة جدا في جامعة طنطا، وده ظهر في مؤشرات عالمية وظهر كذلك في تكريمات ومؤشرات محلية مصرية. جامعة طنطا تدرك أنه لابد من التكامل بين عمل الجامعة وبين مؤسسات الدولة المصرية وبين رؤية مصر 2030 وبين التصور العام للدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. جامعة طنطا في هذا الإطار تكاملت مع مبادرات رئاسية عديدة، منها المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في 700 قافلة خرجت من جامعة طنطا في إطار مبادرة حياة كريمة في العامين الأخيرين. أيضا المبادرة الرئاسية الخاصة بمحو الأمية شاركت فيها جامعة طنطا، وأكثر من 20,000 طالب من طلاب وطالبات جامعة طنطا شاركوا في محو أكثر من 80,000 من الأميين. أيضا المبادرة الرئاسية الخاصة بمكافحة فيروس سي والمبادرات الخاصة بصحة المرأة شاركت فيها جامعة طنطا. الأستاذ الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة قال إنه التكامل بين الجامعة وبين محيط الجامعة وبين الدولة المصرية ورؤاها أمر مهم للغاية، لأن دائما في دور اجتماعي يجب أن تقوم به الجامعة في التكامل في رؤى التنمية للدولة المصرية. أبرز 7 إنجازات يمكن أن نلاحظها في جامعة طنطا في السنوات الأخيرة: نمرة 1، الجامعة الرقمية. مشروع الجامعة الرقمية في جامعة طنطا سواء من بوابات إلكترونية أو كرنيهات الطلاب الذكية أو المكتبة نفسها بقى فيه ضعف عدد الكتب اللي موجودة ككتب إلكترونية، أو موقع كبير عليه أكتر من 100 منصة، كل ده بقى واضح جدا في نجاح المشروع الرقمي لجامعة طنطا، لدرجة أنه عام 22 كانت جامعة طنطا رقم 1 من حيث البحث على محركات البحث الإلكترونية. يعني البحث عن اسم جامعة طنطا عام 22 كان الأكبر من بين الجامعات الحكومية المصرية. أيضا نمرة 2، الحوكمة. جامعة طنطا نجحت في أنها تاخد جائزة التميز الحكومي مرتين ورا بعض، رقم 2 في مصر، الجائزة الثانية في التميز الحكومي عام 21 وكذلك في عام 22. وفيما يخص جودة التعليم، هي الجامعة الوحيدة الحكومية التي حصلت، أو أول جامعة حكومية حصلت على الأيزو على صعيد جميع كليات الجامعة. نمرة 3، قناة تعليمية لجامعة طنطا. هي أول جامعة أيضا تتقدم بأوراق من أجل الحصول على ترخيص لقناة فضائية للجامعة. هذه القناة هتقدم خدمة تعليمية للطلاب اللي ما عندهمش قدرات انهم يدخلوا على الانترنت لمدة طويلة جدا، او المحاضرات ذات الطبيعة الخاصة اللي هتبث على القناة في اطار رؤية الجامعة للتعليم الهجين. نمرة 4، تطوير القطاع الطبي. في طبعا المستشفيات الجامعية لجامعة طنطا في مدينة طنطا، انما كمان في مستشفى جامعي ضخم لجامعة طنطا في مدينة المحلة الكبرى بدأ انشاؤه بالفعل. يضاف إلى ذلك أن الجامعة عندها رؤية أنه على عام 2050 يكون في 4,000 سرير في مستشفيات جامعة طنطا. يضاف إلى ذلك أيضا أن معدل نمو الخدمة الطبية عموما تقريبا 100% في العامين الأخيرين، كانت الزيادة في معدل نمو الخدمات الطبية في مستشفيات جامعة طنطا. والنقطة التالية 5، النشر الدولي. جامعة طنطا نجحت انها تطور بشكل كبير جدا عمليات النشر الدولي. طبعا في مكافآت اكبر اللي بينشروا نشر دولي، انما كمان طبقا لقاعده بيانات سكوبس الزياده في النشر الدولي في جامعه طنطا زاد من 2020 الى 2022 بمعدل 65%، وده طبعا تقييم عالمي
وشيء مهم جدا ونجاح كبير جدا في مجال النشر الدولي. والنقطة التالية نمرة 6، علماء جامعة طنطا. في قائمة لجامعة ستانفورد الأمريكية المرموقة بتتكلم في هذه الموسوعة عن أبرز العلماء اللي موجودين في العالم. في 2020 كان في 13 عالم من جامعة طنطا في قائمة علماء جامعة ستانفورد، إنما قائمة ستانفورد 22 بقى فيها 26 عالم من جامعة طنطا. يعني طبقا لقائمة علماء ستانفورد زاد عدد علماء جامعة طنطا في قائمة ستانفورد من 20 ل 22 بنسبة 100%، من 13 عالم إلى 26 عالم. 7 وأخيرا، المؤشرات العالمية. مؤشر جامعة شنغهاي، لأن ده الأهم في العالم، لأول مرة جامعة طنطا توجد على مؤشر شنغهاي. قبل كده ما كانتش موجودة على المؤشر، وطبعا وجودها على مؤشر شنغهاي طبعا ده إنجاز كبير جدا بالمعايير العالمية. حتى على مؤشر جامعة ليدن الهولندية، كلية الطب والهندسة أو علوم الطب وعلوم الهندسة والعلوم البيولوجية في كلية العلوم، دول بقى لهم ترتيب عالمي متقدم طبقا لمؤشر جامعة ليدن. وكذلك مؤشر كيو اس العالمي موجودين برضو في جامعة طنطا، يعني أكتر من مؤشر، سواء شنغهاي أو كيو اس العالمي أو مؤشر جامعة ليدن، بنتكلم على مؤشرات كبيرة بقت تتواجد عليها جامعة طنطا. وطبعا الأمل إن الترتيب يتقدم يوما بعد يوم في هذه المؤشرات العالمية المهمة. العمل في إطار تطوير الجامعات وفي إطار رؤية الدولة والقيادة السياسية لخطة 2030 وما بعد ذلك مهم جدا، علشان خاطر نصل إلى مستقبل يكون العلم أساسي في صناعته. جامعة طنطا وهي تخطو إلى الأمام إنما تشكل نموذجا رائعا لصناعة الأمل.